بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. هبدأ هذه الحلقة إن أنا أسقف. الحقيقة قبل ما أتكلم في أي أخبار وقبل ما أتكلم في أي حاجة، الحقيقة ما يحدث الآن أو ما يحدث خلال الأيام السابقة بيدل إن إحنا عندنا مجلس إدارة محترم، بيدل إن إحنا عندنا وزارة شباب محترمة، بيدل إن إحنا عندنا اتحاد كرة قدم محترم. قبل كل ده الحقيقة عندنا قيادات أمنية رائعة، قيادات أمنية عايزة كل حاجة تبقى أحسن حاجة وعايزة تبسط الناس بأفضل شكل وبتسهل كل الأمور ومش بتعقد كل الأمور. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأنه الحقيقة ما حدث خلال الثلاث أربع أيام السابقة يعد ملحمة كبيرة جدا جدا ما بين كل الأطراف اللي أنا اتكلمت عليها الحقيقة. وأخبار حلوة مع شهر رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل الأمة العربية والأمة الإسلامية والشعب المصري بألف ألف خير، وكل جمهور النادي الأهلي كل سنة وحضراتكم بخير دايما، وكل سنة وانتوا في ظهر ناديكم، وكل سنة وانتوا دايما معانا، وكل سنة كل حاجة حلوة بتتعمل لكم علشان انتوا تستحقوا أفضل من كده وتستحقوا أحلى حاجة في الدنيا. كل حاجة بتهيئ الآن إن شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا. معرفش النتيجه ممكن تبقى ايه يوم 1 ابريل، ولكن ان شاء الله ربنا يكرمنا. 50,000 متفرج اهلاوي، 50,000 متفرج اهلاوي هيكونوا موجودين في استاد القاهره لمؤازره فريقهم فقط بعيدا عن اي حاجه تانية. قبل بس ما اتكلم، لان انا عندي كلام كتير جدا ومنتهى السعاده اللي جوايا ومنتهى الفرحه اللي جوايا بان احنا النادي الأهلي بيقود كل شيء بشكل جيد. النادي الأهلي بيقود عودة الجمهور في ظل وزارة الداخلية محترمة وكبيرة وعندها تفاهم لكل شيء وعندها حرص أن كل حاجة تطلع في أفضل صورة. وأنا متأكد 100% أن كل جمهور النادي الأهلي مهما كانت الأمور ومهما كانت اي حاجه هتحصل، ان كل جمهور النادي الاهلي هيبقى على قدر المسؤوليه اللي موجوده عليه ان شاء الله يوم 1 ابريل.